ما هي صفات المرأة الصالحة وما هو ضابط ذات الدين؟ وهل البكر أفضل أم الثيب؟ الصالحة هي الملتزمة بأداء الفرائض وترك المحرمات، هي الملتزمة بأداء الفرائض وترك المحرمات، وما زاد عن ذلك من النوافل وترك المكروهات فهو مكمل، هذه هي المرأة الصالحة. وأيضا الصالحة العفيفة في عرضها، مع صلاحها في دينها هي عفيفة في عرضها، هذه هي المرأة الصالحة. وهل إيش؟ يقول وهل البكر أفضل أم الثيب؟ هذا على حسب الأحوال، على حسب ما يناسب الإنسان. نعم.